أول حصن من الحصون التي يحميك الله بها كثرة التسمية، بسم الله بسم الله بسم الله، عند الأكل بسم الله، عند الطعام بسم الله، عند خلع الثوب بسم الله، عند لبسه بسم الله، عند الخلاء بسم الله، عند الجماع بسم الله، عند كل شيء بسم الله. تدري ما معنى بسم الله؟ إن سترة، يقول صلى الله عليه وسلم، ما بين أعينكم وأعين الجان قولوا بسم الله. ولذلك اللي ينسى بسم الله، بعضنا الآن بيتعشى وما شاء الله داخل معه 15 جني، الله يجزاه خير. يا أخي قل بسم الله ولا يدخل بيتك، قل بسم الله قبل طعامك. وبعضنا أحبابي، واسمحوا لي هذه بين قوسين، ها بين قوسين برموز، بعضنا يأتي أهله والشيطان معه. ولذلك تلاحظ أن الأطفال الإنتاج المتأخر فيهم شقاوة أكثر من اللازم. تقول بعض الأمهات ابني شيطان، أحسنتي، ما والله وصف صحيح. الشيطان سببه أن الشيطان كان معكم. حبيبنا يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا كتب له الولد لا يضره الشيطان. مفهوم المخالفة أنك إذا ما قلت هذا الكلام وأتاك الولد أزه الشيطان وأزى اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. السبب الثاني للوقاية من كيد الشيطان بعد البسملة الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، عند الغضب. ولذلك عند الغضب فوراً لذ بالله واستعذ حتى لا يتسلط الشيطان عليك. أعوذ أي ألوذ، ألتجئ، أعتصم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله. السبب الثالث أن تكون على وضوء. اللي بعضنا ينتقض وضوءه ويتوقف بدون وضوء، توضأ كثيرا، كن دائما الوضوء، فإن الشيطان لا يستطيع الوسوسة على المتوضئين. وإذا أحدثت الجنابة وكنت جنب لا تؤخر الاغتسال، فإن الجنابة سميت جنابة لأن الجنب لا يستطيع أن يعمل أي طاعة، يجتنب كل طاعة، لأن الحصانة في بدنه قد رفعت، ولا تعود الحصانة لك من وسوسة الشيطان وكيده إلا بالاغتسال. فإذا أجنبت فبادر بالغسل حتى تبقى طاهرة. ومن وسائل حفظ الإنسان من الشيطان أن تقرأ في بيتك سورة البقرة. بعضنا يا أخوان ما قرأ الشريط، أنا لا أقول الشريط، الشريط لا يكفي كقراءتك أنت، اقرأ أنت سورة البقرة. بعض الناس مشغل شريط يقول الحمد لله البقرة في البيت. البقرة هذا القارئ الذي قرأ، قرأ في المسجد أو قرأ لنفسه، ما قرأ لبيتك، الله يجزاك خير. اقرأ أنت لبيتك واقرأها وارفع صوتك، فإن سورة البقرة إذا قرأت في بيت لا يقربه شيطان، بل ولا يستطيع السحر ولا السحرة أن يصلوا إليك وإلى أهل بيتك إذا كانت البقرة فيه. أيضا قراءة آية الكرسي عند النوم والوضوء عند النوم، لا تنم إلا متوضئا. ما تلاحظون بعض الناس يجيه الشيطان، يسمونه العوام عندنا الجاثوم، يجثم على صدره، يخنقه، لا يكاد يدفعه، هذا يسمونه بعض العلماء المس الخارجي. سببه الشيطان موجود عندك صور، أي واحد عنده في البيت صور أزلها، مجسمات أزلها، موسيقى وردح وطن وطن ورقص، ها يا أخي أنت مسوي حفلة للشياطين، الله يجزاك خير، أنت مدخل جميع الشياطين بهذه الصور والمجسدات. محمد بن عبد الله صورة في ستارة، صورة في ستارة ما أدخلت جبريل البيت، فكيف باللي على صدر زوجته ميكي ماوس، وعلى صدر طفله باك ثبنثر، ما أدري وش اسمه الكلب، ما أدري أبو ذنب هذا، وفي الطفلة الثانية توم، والولد الصغير جيري، وكلهم صور في صور، وفي الجدار صورة، وهناك أسد، وهناك حية، وهناك فعل فيل، ما بقي. أنت يا أخي كل تحت طاولة إبليس. يا أخي يا أخي طهر بيتك حفظك الله من الشياطين، وقرأ آية الكرسي عند قراءة عند النوم، فإن الحبيب أخبر، من اللي أخبرنا أن اللي ينام ويقرأ آية الكرسي ما يقرب الشيطان؟ هو الشيطان، هو الشيطان نفسه. قال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان. اللي قالها لنا الشيطان، قال الحبيب صدقك وهو كذوب. فاقرأ آية الكرسي ولا تقرأها في صدرك، لا ينفعك قراءة سوء آية الكرسي وأنت ترددها في صدرك، بل ارفع صوتك، الله لا إله إلا هو الحي واصل،
بصوت مرتل، لأن سماعك يطرد الشيطان منك. هذه أحبابي تطوافة عجلة، ولا أطيل عليكم.